بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. وطبعا سلام خاص لأهلنا في غزة، وسلام خاص أيضا لأهلنا في شمال غزة. اللي بيحصل حاليا عليهم يعني أشبه بإبادة جماعية، هي فعلا إبادة جماعية، وحتى يعني الأسر والأطفال والنساء بيجروا في الشوارع مش عارفين يروحوا فين بعد طردهم من الملاجئ والمستشفيات والمساجد والمدارس اللي كانوا نايمين فيها كلاجئين بعد ما بيوتهم اتدمرت. الآن حتى ديت ما عادتش مأوى ليهم، وأصبحت الشوارع هي المأوى ليهم، نايمين في الشارع ويتعرضوا لكل أنواع الأذى. ده بعد 8 شهور من هذه الحرب المسعورة وهذا الإجرام الوحشي اللي العالم كله شاهد عليه واللي ربنا مطلع عليه، وإن شاء الله الله معهم والله ناصرهم. الحقيقة في قرار تم اتخاذه في الساعات اللي فاتت من المملكة العربية السعودية، من وزارة الداخلية هناك، أعلنت أنه حاملي تأشيرات الزيارة للمملكة لن يكون بإمكانهم الدخول إلى مدينة مكة أو البقاء فيها. وقالت وزارة الداخلية إن هذه التأشيرة لا تخول لصاحبها أداء مناسك الحج أو فريضة الحج. فخلينا نتكلم حول هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ الدكتور عصام تليمة من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور. أهلا بك الصار والمشاهدين الكرام. أهلا بك. طبعا دكتور، يعني يمكن ده برضو كان سؤال جاء قبل كده، مسألة الناس اللي معها تأشيرة زيارة وناويين إن هم إن شاء الله يقعدوا للحج، وحضرتك اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، لكن الجديد ان ده قرار رسمي من وزاره الداخليه المسؤوله عن تنظيم الحج، يعني بمنع دخول او بقاء حاملي تاشيرات الزياره. فحضرتك شايف ازاي هذا القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولاه وبعد. في الحقيقه ان الحج طبعا فريضه، يعني فرضها الله عز وجل على المسلمين بشروط معينه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج في الإسلام مرهون بالاستطاعة، سواء الاستطاعة البدنية أو المالية أو الاستطاعة اللي هي الوسع في المكان الذي يذهب إليه من حيث الأمان، أمان الطريق، أمان الذهاب، أمان المشاعر نفسها. فهذه اعتبارات البعض للأسف لم يكن ينتبه إليها. كان قديم كتب الفقه يتكلمنا عن الاستطاعة، الإنسان لو كان قادرا صحية، لو صحته لا يستطيع هل يمكن أن يوكل عنه؟ فيقول لك ماشي يجوز الحج بالوكالة. الإنسان الذي ليس معه المال يقول لك سقط عنه لأنه ليس مستطيع. مدام الإنسان غير مستطيع فيسقط عنه في هذه الحالة. دخلت في إطار الاستطاعة عدة أمور لم تكن من قبل، منها الأمن، أمن الطريق. وأمن الطريق بدأ يدخل في سنوات منذ مئات السنين، يعني لما وجدنا الإمام الجويني في كتابه الغياثي أو غياث الأمم في الغياث الظلم، وكتبه لنظام الملك أنذاك. وإن لما يعني أحد الوزراء الكبار أو رئيس الوزراء السلجوقي يعني إنه لا يذهب للحج لأن كان هناك تهديدات في الذهاب للحج، فأفتال إنه من مصلحة المسلمين ألا يذهب، إن ذهاب رأس الدولة والمسؤول في هذه المسألة مسألة مهمة، وكذلك عوام الناس مش عشان هو المسؤول فقط، لكن المسؤول اللي مستهدف أكتر يعني. فبدأ الفقهاء بيناقشوا قضية الأمن، ونجد في كل قضايا العبادات فيها قضية الأمن موجودة، يعني قضية الصلاة، صلاة الخوف، نصلي في الحرب صلاة الخوف، ليه؟ مخافة الأعداء. صلاة الطالب، من طلب عدوا، متى يسقط صلاة فرض وجود صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة عن المسلم إذا كان مطلوبا من السلطان الظالم أو مطلوبا من إنسان ليقتله. الإنسان إذا ليس عنده ماء ويريد الماء بينه وبين الماء مسافة لا يأمن فيها يتأمم. فمسألة الأمان مسألة مطروحة في الفقه الإسلامي في مجمل أو جل القضايا الأحكام الفرعية. من هذا الأمان أمن الطريق، ولذلك يعني النقاش الفقهاء في سفر المرأة بدون محرم عند من أجاز كبعض الشافعية وبعض الفقهاء قالوا، أو الشافعية وبعض الفقهاء قالوا ما دام إذا كان الطريق آمنا وفي مع رفقة مأمونة. إذن الأمان هنا قد يتعلق بالشخص وقد يتعلق بالجهة المضيفة أو التي ترعى المكان. فما تعلق بالشخص عرفناه، ما تعلق بالجهة يتعلق بالباب. والأمن ليس أمن يعني ما فيش حرب وبس ولا تهديد، لا،
في الأمن الغذائي، الأمن الإداري، الأمن النفسي، الأمن الاجتماعي، كل هذه ألوان من الأمن مهمة جدا. القرآن حين تحدث في سورة قريش فقال لإيلة في قريش، إيلة في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، مطلق الخوف. فإذا والله أنا عندي المكان ده أنا بديره، أمير منطقة مكة والمسؤولين عن منطقة مكة والمدينة مثلا، في مشاعر محددة، هذه المشاعر والمناطق وهذه المنطقة قدرتي تقتل استيعابية لا تتسع لأكثر من عدد معين. أنا مش هقدر أستقبل إلا 2 مليون مثلا، 3 مليون. وجود عدد أكبر من ذلك سيمثل ضغطا وعبئا، وارد يحصل من وراء مشكلة، وارد مش صعب، وحصل في سنوات طبعا سيلفا 2004 في جدة وكان سيلا جارفا ورأينا وغيرها. إذا ما قرر المسؤول عن هذا المكان معلومة كان أمينا فيها ومنصفا وقرر قرارا يبتغي به مصلحة الناس والحفاظ عليهم، هنا واجب علينا السمع والطاعة فيما فيه مصلحة المسلمين. طب هنا نقطة دكتور بقى، يعني مسألة مصلحة الناس، لأن الحقيقة يعني رسوم الحج مبالغ فيها بشكل غير منطقي. يعني الواحد لو راح يعمل عمرة، لو هيكلف مثلا 10 قروش بيروح يعمل حج نفس المدة الزمنية تقريبا، يمكن أقل كمان لو واحد هيقعد في العمرة أكتر، وبيدفع أضعاف 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 أضعاف. طيب إزاي الواحد يفهم هذا الكلام؟ يعني فين المصلحة؟ هل المصلحة في هذا الأمر مسألة الحفاظ على روح الناس، ولا المصلحة يعني المصلحة بتبقى الغرض منها زيادة المكاسب المالية للي بيقوموا بعملية التنظيم؟ خلينا نقول نقطة مهمة جدا بس من باب الإنصاف، أنا بالمناسبة لا سعودي لا ولاء ولا جنسية ولا إقامة، بس عشان حد يعني وموقفي واضح ساعة قضية خاشقجي وغيره، إنما في فرق يا جماعة لما نتكلم في قضية تتعلق بعبادة مطلوب من الناس تصح هذه العبادة وبين موقف سياسي من المعارضة وغيره. أولا ما أعلمه يعني يقينا أن السفارات السعودية لا تتقاضى مبلغا أو مالا على تأشيرات العمرة والحج، وبتكتب كده على الفيزا اللي انت واخدها بالمناسبة. ما الفلوس دي بتروح فين يا شيخ عصام؟ الفلوس الكتير اللي الناس بتدفعها دي، ده بقى المطوفين اللي عنده في السعودية وشركات السياحة اللي بتوديك. عشان نكون منصفين، الحكومة السعودية كدولة وسلطة لا تتقاضى عن هذا شيء، إنما دي خدمة الناس في خدمة المشاعر والتجديدات والأشياء دي، لا يبغون منها مصلحة. مش معناه بقول إن هم ملائكة أطهار نازلين من السماء السبعة، عشان بس حتى الناس ما تخلطش. لا يا إخواننا الإنصاف، هذه النفقات، ولذلك هتلاقي النفقات دي من بلد لبلد مختلف. وبرضه وارد يعني ما أنت تعالى، أنا حجيت من وأنا في الحج كما معروف فيها ألف وبيت وجين ودرجات، وكل درجة جوه الدرجة درجة. عايز تعيش عيشة الفخفخة وكذا ادفع في مبلغ معين، ليه؟ فنادق. هو لأن الفنادق في المناطق دي موسمية، يعني يا جماعة العمرة غير العمرة، انت عايز أي حتة في مكة. الحج انت عايز أي حاجة قريبة من المشاعر. أيوة. وباصات وزحام ونقل، كل دي نفقات ومصاريف بالمناسبة يعني. فمصاحب الشركة واخد المشروع تجارة، جزء من خدماتها اللي هو لا ده قليل او نسبة معينة، ونسبة اكبر ده بالنسبة له مشروع سياحي، السياحة الدينية وجنبها السياحة غير الدينية. فده اللي بيزود المصاريف، ولذلك تلاقي المصاريف في بلد اقل من كده بكتير، في بلد تانية اعلى، انما في حد ادنى الناس مشتركة فيه. فقط الفيزا سواء ده من الصحيح، هي قصة القرعة اللي في مصر بتديه في الحاجات دي برضو نفس الحالة. أنا أقول معلومة عندي، ما أعرفش هل جدة جديد عند السعودية فأصبحت في رسوم بتتاخد؟ لا أعلم. دليل إن الكلام ده لا زال على قديم وما تغيرش، إن حتى الفيزا اللي اتعملت خلت الحرم على مدار 24 ساعة بقى مزدحم مليان. وده من التيسيرات اللي حصلت، اللي قصدوا بها السياحة ومهرجان الترفيه، إنما ناس راحت للعمرة. خلاص؟ فعشان نكون منصفين في هذه المسألة، لا. طيب والله يا جماعة انتوا ما تقولوا ازاي والناس دي بتخاف تخطئ في قضايا اخرى، انما في هذه القضيه بالانصاف وبالامانه، لا، اذا قرر في انه قدرته الاستيعابيه لا تستطيع بهذا الحد، اذا علينا ان نلتزم ان ما ينتج عن ذلك الا يحصل مضار هو مش قديها ولا انا قديها.
ليه؟ لان فوق طاقته وفوق طاقتي وفوق طاقه القدره البشريه اللي عنده. طيب لان تعالى الحج ده ايه؟ عندك مستشفيات، لان معظم الناس بتروح بتصاب بدور برد وعدوى من كثر الجنسيات اللي جايه مختلفه من اماكن مختلفه. واي واحد رحت البلد لبلد، انت جوه المحافظات نفسها لو نقلت ورحت مكان لمكان بيجي لك ساعات يعني شويه تعب من تغيير الجو. طيب وعمر ما حد راح الحج ورجع لما جه، يا بدور برد يا بدور انفلونزا يا دور سخونيه يا دور الا من رحم ربك وقليل ما. طيب اذا العدد ده عند مستشفيات تستوعب عددا معينا مع المقيمين الموجودين والمواطنين، فده عيب زياده. يا انا جاهز دول يا مش جاهز. طب اذا مش جاهز وزاد عدد اعمل ايه؟ مشكله. ايوه طيب لا ضرر ولا ضرار، عندي قدره على المطاعم والدنيا والناس بيشتغل في الموسم ده اضعاف المواسم كلها، لكن في قدره محدده شئنا ما بينا. عند وزاره الداخليه عنده موظفين معين، عندي العاملين في الحرم وغيره وموظفين معروفين. طيب اذا انا قدرت قدرتي الاداريه تستوعب كام مليون حج؟ ايوه العدد الزياده بدليل ان القرار ده على المسافر جاي من بره وعلى الحجاج الداخل، بيحدد كل سنه حجاج الداخل. ليه؟ لان لو سمح للحجاج الداخل بالعدد بالكامل هتتملي، اصلا حجاج الداخل لوحدهم يقفلوا الحرم. يعني انت لو فتحت باب بس المقيمين اللي في المملكه العربيه السعوديه يروحوا يحجوا خلاص كل سنه وانت طيب. خلاص خلصت. وده اللي عملوه ساعه كورونا لما ما قدروش يفتحوا الباب للناس فتحوا الباب لحجاج الداخل. دي بس يا اخوانا معلومات محايده. ثم بنتكلم في فتوى محايده لا مع ولا ضد، احنا مع المصلحه، المصلحه تقتضي هذا الامر. والفريضة اللي ربنا فرضها عليك فرضها بشروط، إذا لم تتحقق الشروط. يعني مثلا أقول يا سيدي أنا معايا الفلوس، صحتي زي البوم، والطريق أمان وزي الفل، ما تدونيش فيزا. ليه؟ أنت راجل معارض وتهاجمنا، شكرا، ممنوع من دخول السعودية. أنا بقى أعمل إيه؟ أضرب الأرض أطلع بطيخ عشان أروح أحج؟ مش هيحصل. يا إما أوكل حد عني، لو أنا ما حجتش حد الفريضة، يا اما رفع الله عني هذا الامر. طب هنا يا دكتور، يعني الحقيقه كان في احد الاخوه بعت رساله يعني على الواتساب، كان بيقول ان هو العام الماضي كانت جات له فرصه ان هو يطلع تاشيره زياره ويذهب للحج مع بعض اصدقائه، ولكن هو خاف من هذا الامر او يعني ما راحش، ولكن هم راحوا وادوا الفريضه ورجعوا مره اخرى. فسؤال الاخ السائل كان بيقول طب انا كده، هل انا كده معناها ان انا جات لي الاستطاعه ولم افعل، ولا انا كده ما زلت في حدود خارج الاستطاعه؟ لا مش الاستطاعه. لاني والله راح وعمل بالمخالفه. طيب لو نتج عن هذه المخالفه مشكله تعرضت لصحتهم او لصحه الناس او لكذا، ولو كل واحد قال لك زي جربنا، زي بالظبط الملك اللي طلب من الشعب بتاعه يملوا له بئر حليب ده عشان علاجه، كل الناس قال لك يا عم ده احنا البلد كام الف، يعني كل واحد هيجيب قسط اللبن او الجدل بتاع اللبن يعني ده يملاه. واحد قال لك يا عم انا اجيب ميه وانا هي حد هيشوفني ده كله. فوجئوا لما جم يمنوا لقوا فوجئوا الملك لقى البير اتملى ميه ما اتملاش لبن. لان الفكره جت على دماغ واحد جت على دماغ الكل. ايوه ما هو زي ما بتفكر انت غيرك بيفكر. فاخواننا هنا لابد الشوق لا يدفعنا للذهاب للحرم، الشوق مهم ومقدر، بس مش اني اعمل مخالفه او اعمل شيء يؤدي الى ضرر. لا ضرر ولا ضرار. يعني ما احنا زي حديث السفينه اللي يعني اخذ بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. اللي تحت قالوا يا جماعه بدل ما كل شويه طالعين نازلين نزعج الناس اللي فوق، احنا نخرم لنا خرم كده في قاع السفينه يطلع لنا بسبوز ميه نشرب ونرتوي وما نزعجش الجماعه اللي فوق. ناس مؤدبين يعني. جد لو حرصهم على الناس شوف لاي درجه مش عايز يزعج وعايز ما يقعدش يتعبوا، يعني هو ما فكرش في نفسه، مش عشان انا بنزل وتعبان، لا ده عشان ما نزعجش الناس اللي فوق. طيب النبي قال لو تركوهم ايه؟ لهلكوا وهلكوا جميعا، وان اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. ثم يا جماعه اللي ساعات بيؤدي احيانا لضعف الخدمات في مساكن وضعيفه وكذا كثره العدد.
واصحاب المصالح اللي عندهم بقى عمارات وعايز يسكن وخلاص عشان ياخد، بيبقى اي حد، واللي عاجبه اذا عاجبه مش عايز حاجه. لا يا جماعه، احنا هنا بنتكلم في ان هذه فريضه وضعت لها شروط. انت عايز تصلي مفيش ميه، بتعمل ايه؟ بتتيمم. طيب فاخذ الطهورين، مربوط ماسور، مربوط بايد ايد ورد وبزنزانه، لا قادر تتوضا ولا تتيمم، تعمل ايه؟ ده فاقد الطهورين، صلي. يعني الشرع يا اخوانا احنا نشدد، ده بعض الناس اعمل جمعيه بالديون. ليه؟ ربنا ما كلفكش كده يا جماعه، في الحج معاك حج ما معاك شيء، ربنا يوسع عليك، ربنا يوسع عليك. يعني انا بكلم يا اخوانا احنا بنضيق على انفسنا ما وسعه الله علينا. ربنا قال لك من استطاع اليه سبيلا، وكلمه استطاعه وسبيلا دي واسعه، في كل زمن بتتغير من ده اللي بعده. قلنا الامن، الفيزا، طب يا عم نعلم الفيزا، الامان، السماح بدخولك المملكه لم يسمح، ايه العمل؟ هل انا يعني احمل وزرا؟ لا، زي انا دلوقتي كلنا ممنوعين من الايه؟ ان احنا نذهب لفلسطين للدفاع عنها. ناسم؟ لا، اللي منعك ياسم، اللي منعك يا تاسم لما تتاح وتاخذن. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم الى الارض. ده انما ليس على الاعمى حرج ولا على الارض ولا على الاعمى حرج حرج ولا على المريض حرج. ليه؟ ده ما يقدرش يجاهد. الاعمى يجاهد ازاي؟ يعني بعض الصحابه كانوا عميان، قالوا ايه نحمل الرايه؟ ده مش محتاجه جهد، يعني ايه؟ مش هنشم واضرب، اللي ممكن ينشم من يضرب في زميله. طيب مريض مرض ما يقدرش، خلاص. النبي عليه الصلاه والسلام لما مرضت ابنته اجلس معها عثمان بن عفان وضرب له بسهم، لانه كان طالع يقاتل، لكن قعد مكانه ناب عنه. فهنا يا جماعه لازم الناس تفكر في الامر من باب الشرع، ما تاخدناش العواطف بس، العواطف مقدره. زي ما العلماء اللي بيمنعوا انك انت تزور القدس دلوقتي والاقصى عشان تحت الاحتلال، وده من خلاف الدائره في المساله، تطبيع ولا لا، من اجاز ومن منع. اللي مانع يمنع ليه؟ يقول لك الشوق ده خليني باب التحرير الاقصى، انما انت هتروح تنفع الاقتصاد الاسرائيلي وكذا والتاشيره الاسرائيليه، وجهه نظر خلاص. اذا الشاهد هنا ان مش دايما اشواقنا وكذا. طب ما النبي عليه الصلاه والسلام في صلى الله عليه وسلم في المدينه صحابي كل الابيات قد على القلوب تقر يا قصير. عايز يروح مكه المدينه، مكه مش قادر. راح مكه امتى؟ سنه 10 هجريه وفتح مكه. كام سنه؟ هو حابب مكه ولا حابب يعتمر ولا يحج؟ وحج النبي عليه الصلاه والسلام كم مره؟ واعتمر كم مره؟ مره، حج مره، يا حج 100 مره. ومع ذلك متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قدر الاستطاعه الكامله. طب ما استطاعش قبل كده؟ والنبي حج مره واحده بس يا دكتور، مش مره واحده؟ طيب يبقى النهارده لما تيجي تقول لي يا عم الحج والله، طب النبي صلى الله عليه وسلم هل اصرف في ده؟ لما يقول لك ليه ما طلبش منه يودوه زياره وخلاص؟ لا، حرب بينه وبينهم. هو اصلا صلح الحديبيه اصلا رايح يعمل عمره، رجعوه فعملوا الصلح مقابل العوده. ايوه يلا، حد بيقول لك النهارده يعني يروح بعد ما ناوى واحرم وعمل يرجع؟ دي بقى اصعب. ليه؟ الظروف منعت، في اتفاق وشروط. فانت النهارده الدنيا ما بقتش زي زمان تركب الناقه وتروح توكل على الله وتحج. لا، النهارده في اخواننا ترتيبات، في جوازات سفر، في تذاكر طيران. واقول لك على حاجه، لا وارد يا سيدي معاك الفيزا، لفت القرعه وعملت كل حاجه، او جات لك مسموح لك تروح بفيزا حج، حظك رايح للمطار عندك مشكله والله، طلع الجواز باقي فيه اقل من 6 اشهر، ظبط الجوازات يا حاج يرضيك يرضيك، انا رايح احج ارجع. جيت ترجع، رجعت عشان تجدده في يوم مثلا، ارسي تذاكر طيران تروح. ها ما العمل؟ ما دي اعتبارات ما كانتش زمان موجوده. يعني اللي يقعد يالف في كتب الفقه القديمه، الحياه النهارده يا اخوانا جديده، ما فيش كلام ده. انت لو جبت النهارده جدك اللي مات سنه 70 مثلا، وجي طلع من مقبره ورجع للدنيا وراح فندق الفنادق، هلاقي البيبان بتتفتح بايه؟
عباره عن المفتاح الطويل ده بتاع البيوت اللي هو الضابه ده، طيب اللي هو قالك كاتبك الكالون ده يدور على المفتاح اللي في الكالون. ايوه مش هيلاقي يا عم، ويلاقي معاك كارت كده لك هي البلاستيكه ده اللي تفتح الباب. ها ده ايه الهطل اللي ربنا كرمني انا حفيد هطل كده؟ ده اللي هيقوله جدا كده، واي جد واحد فينا خلاص ما بقى دلوقتي لا كارت ومغناط ومايكن. الناس زمان تروح الفلوس فين؟ يا في بيتك تحت في الصندوق، يا في البنك يدا بيد، انما ماكينه وكارت. مين من فوق ال 30 سنه يعرف الكلام ده؟ كان موجود؟ لا كانش موجود. لا من 30 سنه شفت واحد بيتكلم لوحده كده هتقول ده الصوامين نقفل وبتاع. دلوقتي ده موبايل. ده الموبايل. فكل زمن استطاعاته تختلف دلوقتي. فالنهارده ما اقدرش اقول والله زمان كان يقول لك التجسس على ايه؟ ان واحد بيقرا رساله من ورقه جايه له ما تقدر، لا يجوز تجسس. دلوقتي بقى ايه؟ الموبايل. بص في الموبايل اللي جنبك ده تجسس. اذا يا اخوانا ان الاصل في الاحكام الثابت منها ثابت والمتغير بحسب الزمان والظرف، بتشوف ايه هذا التغير. فاذا وضع قانون مقصود به المصلحه يكون باين، حاجه ثانيه يحسبوا عند الله. انا ليا يا جماعه الظاهر امامنا هذه تشريعات قانونيه بشريه بهدف الاداره واحسان او تحسين شروط الخدمه. طب هنا دكتور، يعني الحقيقه في اخ زيد بيقول ان انا يعني والدتي كانت بتحوش فلوس للعمره بقى لها فتره، ولما قربت يعني انها تحوش المبلغ يعني كانت عندها تخوف ان الفلوس بتاعتها ممكن تروح لحفلات اللي هي ما ترضيش ربنا اللي بيتم تنظيمها في بعض المدن في المملكه. يعني هل الواحد ممكن بالتفكير ده يعني يمتنع عن عمل طاعه معينه مثلا زي العمره او كده، ولا المفروض ما يفكرش بالطريقه دي؟ طبعا بعض وجهات النظر بعض المشايخ زي الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله مفتي ليبيا كان في لحظه توجه لهذه الفتوى ان مقاطعه الذهاب للعمره والحج لان اللي المره الثانيه مش الاولى، وده العمره نفسها سنه ما عدا اللي من اوجبها، لكن هي مع الحج والعمره لو واحد حج خلاص ان يتم الحج والعمره لله يعني. طيب كان هو دعني ايه؟ لان المال ده رايح وكذا. الحقيقه يعني وجهه نظر لكن ما نقدرش نعممها، لان انا ما اقدرش امتنع عن ان دي طاعه. كون ان هي بلد معين ملوش علاقه. انا رايح الازهر اتعلم، لا مش رايح لان ده هينفع الفلوس، رايح النظام السيسي. ده كلام مش يعني مش دقيق 100%. وجهه نظر تحترم في سياقات، لكنها في غالب السياقات ليس كلاما دقيقا ومش صائب 100%. اي نعم. جزاك الله خير يا دكتور، وان شاء الله يعني نتمنى والله السلامه، وان يكون موسم حج يعني ما فيش فيه اصابات، ما فيش فيه وفيات يعني، او يكون يعني ان شاء الله الناس تأدي الحج بسلام وربنا يتقبل من الجميع ان شاء الله، ويكون ان شاء الله يعني الهدف من كل هذه الاجراءات هو التنظيم وترتيب الامور بحيث ان الامر يطلع ان شاء الله في يسر وسلاسه. جزاك الله خير يا دكتور، ان شاء الله ندخل في الاسئله سواء المكتوبه يعني او الاتصالات الهاتفيه. في اخت سائله كانت سالت سؤال في حلقه سابقه دكتور، كانت بتقول انه يعني هي اطلعت على المعاش وان زوجها قال لها ان احنا يعني بعد الطلوع على المعاش هنعيش زي الاخوات، وقالت ان الدكتور او الشيخ يعني قال ان ده الكلام ده ما ينفعش وباطل. فهي الاخت يعني كاتبه كلام كتير يعني بتقول انها واجهته باجابه حضرتك ولكن هو لم يقتنع ان هو على غلط، وبتقول ان هو بيعاملها بجفاء رغم ان هو بيعامل اهله واصحابه يعني بود، وقال ان هو بيسيء معاملتها بشكل كبير، وان رغم انها رغم كبر سنها ورغم احتياجها ليه وما الى ذلك. وبتسال حضرتك يعني هل لها ثواب لو هي صبرت عليه، وماذا تفعل مع هذا الزوج؟ طبعا الاثنين كبار في السن دكتور يعني. يعني اذا كان هذا الصبر لا يؤدي الى فتنتها، ان مرة تكون واحده كبيره في السن تحتاج الى العلاقه الزوجيه، اذا كانت لا تحتاج فهي محتاجه للعلاقه العاطفيه، البر والحنان والمعامله الحسنه. يعني مش قادره على الفعل ولا هي عندها رغبه في الفعل، لابد هناك القدره على الكلام المشاعر العواطف. هل يأثم بذلك؟ طبعا يقينا يأثم. يأثم وإثما عظيما لأنه بيعرض زوجته إلى هذه المعاملة الخشنة التي ليست من الشرع. هي دي ربنا لا لعنهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هو ده اللي شرع لعنه. يعني لتسكنوا إليها جعل بينكم مودة ورحمة. فين المودة والرحمة كده؟ والشرع علمنا دايما إن يعني حتى إذا كرهنا لا نظلم. يا إما معاشرة بالمعروف أو تفريق بإحسان.
ده معناه دكتور يعني مثلا مع كبر سن احد الزوجين لو هو مثلا يعني اصبح يعني جسمانيا غير قادر على العلاقه بين الطرف مع الطرف الاخر يعني ده لا ينفي الود في التعامل، الود في المعامله كده مظبوط؟ ملوش علاقه هو يعني وهو خلينا حتى في يعني الشرع لو انت النهارده الزوجه عندها العاده الشهريه وانتوا صحيح انتوا الاثنين شباب ايه علاقه ده بانك اه والله عندها العاده الشهريه ده ممنوع يبقى ايه اتعامل بغلظه روحي غوري هاتي قد خدك ربنا وبعدين ده تاني مين بقى ان شاء الله؟ اذا انت مع مديرك في الشغل الحاج الموظف ده ولا مع الموظف اللي بيقعد منه المعاش؟ اي ابي منزل في حساب مثلا كان بيبقى تروح تقبض ها اللي هو ساعات يقريفك ويقفك في طابور طويل عندما تروح له بتعمل ايه؟ ازيك اخبارك ايه؟ تكريم تكريم وانت من جواك نبك وجوه اقوام وقلوبنا تلعنه. اللي ده ملوش فضل عليك وانت بتاخد حقك اصلا. الزوجه اللي صاحبك فضل او الزوج اللي صاحب فضل. لماذا تكون المعامله بهذه الغلظه؟ كان مصطفى صلى الله عليه وسلم وفيا حتى لزوجاته بعد الوفاه. سيده خديجه وهي كانت اكبر منه في السن ثم ماتت ثم العام اللي مات فيه عام الحزن. وكان كلما وزع وفرق لحما على الناس يقول لك خذوا اعطوا دي لفلان انها كانت تاثيرا ايام خديجه. يا جماعه من اين ناتي بالغلظه والفظاظه وسوء الخلق مع الزوجات او مع الازواج بحجه ان كبرنا في السن. كبرنا في السن على حاجات معينه. قدرتك وصحتك ما تجيبهاش. انما المشاعر والعواطف بالعكس ده انت كنت الاول مش قادر تروح في الصحه وتروح وتيجي. النهارده ما راكش حاجه دي العيال كبرت واتجوزت وانت طالع معاش. ايش حياتك وهيص بقى ده اللي الناس بتفكره. حتى في الاجانب والغربيين الا احنا اللي عندنا يعمل ايه معاش يقضي بقى حياته على القهوه مع ايه مع اصحابه. طب يعني ما تعتبر مراتك جزء من القهوه ده حقها. او بعض الناس مع اصحابه يعني فرفوش وكذا ومع اولاده ومع مراته وشه عكر. طب ليه؟ وده شرع ربنا. يعني اذكر مره احد الاولاد فبيقول لي والله يا عمو يعني بابا ما بيضحكش لما بتزورنا. قلت يمكن يا حبيبي ابوك متصور ان الاسنان عوره ولا حاجه انت بقى سنانه على حد. قال لي والله اصل يعني ايه اصلي ما تعرف تبتسم زي الناس. وبعض الناس للاسف يعني البيت ليه النكد والفظاظه والغلظه والشارع والتعامل معامله مع الناس تحس كيوت ودمه خفيف وزي الشربات في البيت دمه لا يعني هذا ليس منطقيا. خيركم لاهله. اي نعم. معنا الاخ ابو احمد من مصر. ابو احمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مختار اهلا بيك. والله عايز اسال الشيخ عصام سؤال. اتفضل. احنا والدي توفى وترك قطعه من الارض. تمام. كمل يا ابو احمد. وبعدين والدي كان زرع فالورثه اللي اشتروا كان والدي زرع نخل على راس الغير. تمام. أرض ليهم في النخل ده ولا مالهم؟ النخل ده داخل جوه الأرض يعني مش كده مظبوط؟ لا على رأس الغيط كده على رأس الغيط. أها طيب خليك يا أخ أحمد معانا عشان الدكتور يسألك. الدكتور يعني الأخ أحمد بيسأل على مسألة إن يعني والدهم ترك قطعة أرض وفي نخل على أطراف الأرض يعني هل النخل اللي على أطراف الأرض ده يدخل ضمن الميراث ولا لأ؟ مش هو معاك وهو اللي زرعه؟ إيه هو اللي زرعه اخ احمد مش كده؟ الوالد رحمه الله. اخ احمد؟ ابويا الله يرحمه. هو اللي زرعه دكتور. طب خلاص حاجه من ضمن الارض وزرعها الوالد وتركها. خلاص هذه طبعا ميراث. لان النخل ده ثروه. بيطرح بلح والبلح ده له قيمه وبيقدر وبعدين ده الناس بتختار. مين هياخد انهي نخله؟ ان على حسب ده ساعات بيقعدوا ناس يتخانقوا تاخد الاصفر ولا الاحمر؟ ليه اللي بتنتج ده نوع وده نوع؟ لا الزغلول ولا العادي؟ كل ده موجود انواع لان على حسب جوده البلح ده او التمر ده بيدي قيمه فهي ذات قيمه طبعا. طبعا من ضمن الميراث
ان شاء الله. في اخت سائله دكتور ان شاء الله هتروح الحج السنه دي، ربنا يتقبل منها ومن الجميع ان شاء الله، بتسال بتقول هل استعمال قطره العين ذات الرائحه الطيبه يعني ومراهم تعب القدم برضو في لها ريحه برضو عطريه يعني، هل ده يكون حرام اثناء لبس الاحرام ام لا؟ الاصل ان لا تستعمل ما فيه رائحه، الاصل تدور على مرهم بنفس الفعاليه الطبيه ملوش ريحه. طيب ما لقيتش غيره ده مش ناجع معايا غيره، اذا ما استخدم لغير التعطر ومن باب التداوي لا باس به لا مانع، لان الاصل في المرهم مش اصلا يعني مش واحده والله طالعه النهارده والله البرفان بتاعها خلص او التعاطي المزيل العرق خلص فهتحط مرهم، ما فيش حد بيحط مرهم عشان خاطر يترقى، او انا كرجل والله البرفان بتاعي خلصان هات لي يا ابني المرهم بتاع رجليا ده ريحته حلوه او ايه يضرب في دماغي من فوق يبقى اللي يشمني من 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 هدومي من فوق من عند العمه يجيب من عند الشراب، ما فيش كده. لان الاصل هذه المراهم مصنوعه للروائح ولا للتداوي؟ هي عطر ولا تداوي؟ هي تداوي في الاصل. تداوي. كون بقى نتحط جنبها عشان خاطر انها بتوضع في القدم ماشيه، لان كان بعض المراهم احيانا ريحتها نفاذه وصعبه. طب اذا ما ده لا خلاص في هذه الحاله ما. زي بالظبط الناس اللي ساعات بيبقى جاله صداع اللي بيحط ابو فاس ولا البرد او اللي بيسموه الفيكس في بعض البلاد او ابو فاس. ده اسم ده هتسميه ايه؟ ده مش عطور. ده دواء. زي لو انت عندك برد حطيت فيتامين سي ما هو بيدي ريحه البرتقال وده عطر، لا ده ريحه اكل زي الاكل. واحده عامله حله معش البقرات بتفتحها ضربه في هدومها يقول ده متعطره حاطه ريحه محشي سيده المحشي، ما فيش كده يعني المقصود التعطر التعطر ما يعد التعطر بنيه التعطر ده الممنوع، انما ما كان الاستعمال الطبي ولكن فيه هو اصلا شيء حتى لا يعطي رائحه لكن مش اصل فيه العطور الاصل فيه التداوي يعني. اي نعم. في اخت سائله دكتور بتقول ابني هيشارك في قهوه والقهوه دي بيتلعب فيها دومينو وطاوله وفيها شيشه ومشروبات، فهل هذه المشروعات الاستثمار فيها والعمل فيها حلال ام حرام؟ الاولى البعد عن ذلك ما دام فيها شيء محرم حتى لو شيء واحد. الاصل ان اشارك في عمل حلال 100%. سيدنا العباس رضي الله عنه يقول كنا نترك ثلثي الحلال مخافه ان نقع في الحرام. واحد الصحابه سيدنا عمر يقول كان الناس يسالون عن الحلال وكنت أسأل عن الحرام مخافة الوقوع فيه. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل قول الصحابة جميعا الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. ابعد عن الشبهة، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. الفيشة حرام طب أنا أكل لي فيها، الضمنة ماشي جائزة، الطاولة موضع من يجيز من يحرم ونقول أكثر على التحريم، أخش ليه في المختلف فيه فضلا عن المحرم بلا نزاع زي الشيشة، لا أبتعد عن ذلك. في اخ سائل اخت دكتور عفوا بتقول انها عندها فوبيا من الوجود في مكان فيه ناس كتير، لما يكون موجودة في مكان فيه ناس كتير يعني بيحصل تضييق في النفس وما إلى ذلك، فبتسأل بتقول إنها يعني ميسرة ماديا ولديها كل الإمكانيات إنها تذهب للحج ولكن بتمتنع عن الذهاب للحج بسبب هذا الخوف أو هذه الفوبيا، هل ده عذر شرعي لها أم لا؟ إذا ده متيقن منه مع أي زحام مع أي عدد أيا كان هذا العدد ومش هتقدر تتحمل مشاعر الحج بهذا الزحام ويؤدي إلى مشكلة طبية يعني متيقنة، دكاترة الكلام ده طبيبها المعالج كان ثقة في ديني وعلمي أعطاه هذا اليقين معناها هذا عذر طبعا، طب تعمل إيه وعندها المال توكل من يحج عنها. معنا الأخت أم محمود. محمود اتفضلي. أنا واحدة حظك. أخت أم محمود سمعنا؟ أم محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيكي، اتفضلي بالسؤال. تحياتي لحضراتكم. سؤالين إذا تكرمت. اتفضلي. اول سؤال حضرتك، عندنا مريضه عندها فقرات ووزنها 130 كيلو، فالدكتور طلب منها انها تخس، فمع الاسف احنا عرفنا دلوقتي ان في دكتور معين بيدي حقن، فالمناطق اللي هتاخد فيها الحقن
يعني البطن والأرداف، وهو مش متاح غير دكتور، مش مفيش طبيب، مفيش طبيبة، هو طبيب. ده أول سؤال. طب الحقن ديت بغرض التخسيس؟ اه حضرتك، هو ضروري التخسيس لأن وزنها 130 وعندها الفقرات تعبانة. تمام. طيب السؤال الثاني؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني تتكرم، الطفل بينام مع والدته دلوقتي السن حاليا 12 سنة، ومصمم ان هو ينام مع والدته في نفس السرير، ايه الحكم ومدى الحكم يعني بنومه بجوار والدته؟ تمام، وجزاكم الله كل خير. جزاك الله خير دكتور محمود. دكتور، السؤال الاول لاخت محمود، ان اخت مريضة ومن ضمن علاجها انها لازم وزنها ينزل، فتوصلوا الى طريقه اللي هي مساله الحقن اللي بتخسس، ولكن اللي هيعطي هذه الحقن دكتور، وما فيش مجال ان يعني واحده ممرضه او دكتوره يعني تدي الحقن، هل يجوز هذا الامر ام لا؟ الاصل البحث عن سيده تعطي في هذا الامر. وطبعا في قضايا التخسيس بتحتاج لمتخصص، لان طبعا ياما مصايب جت من ورا التخسيس، ناس تيجي تخسس او بتاع ويجرى لها مشكلات طبيه او كذا، عرفنا يعني قضايا الشفط وغيره، في يعني ناس معروفة ماتت منها بناء عارفينها. مش بخوف أنا، بس بقول إن المسألة بناء على المعلومات دي الرأي بيتقال إيه؟ يعني ما هياش حقنة ممكن تتأجل، أو ما هياش حقنة لا، ده حقنة مرض وملح وتخسيس إن الوزن زايد وضغط على فقرات وبيزود الألم. طيب مش لاقيين ست، الأصل دور على واحد ست، فما فيش ست يقينا، خلاص أصبحت ضرورة وتقدر بقدرها، عندما نجد امرأة هي التي عليها أن تعطيها هذه الحقنة. أي نعم. سؤال الثاني دكتور، عن طفل عمره 12 عام بينام مع والدته في نفس السرير يعني، فهل يجوز هذا الأمر أم في مزح يعني أي محظور شرعي؟ لا، هذا طبعا أمر في هذا السن غير جائز. طبعا هما محارم، طبعا حد أنكر، بس أصلا مطلوب التفريق بينهم في المضاجع وهم أخوات برضه. ثم الخطأ ده ناتج عن ان الام لم تعود الطفل من صغره، فمستني الحاجه ما عنده 12 سنه راجل قرب على البلوغ واللي ما يكون بلغ. لا طبعا في هذا الامر سيعود، وبعدين مشكلته فيما بعد سيغرس عنده الطفل نفسه سلوكيات فيما بعد هتبقى تعباشر في شخصيته. اتعود دايما ان ينام مع امه، اتعود على انه لا ما في اي مكان ثاني هيخاف وما يطمنش، وسلوكيات اخرى ليست صوابا. الصواب لا، الولد له سريره او مع اخوات الصبيان في اوضه، في الواحد في سريره برضه، وفي تفريق في المقاطع الا عند الضروره، ناس فقراء ما لهمش غير اوضه واحده خلاص، بس مش جنب امه، جنب اخوانه الصبيان، والبنات جنب البنات وفي مسافه بينهم. اي نعم. في اخ سأل دكتور، بيسال سؤال بيقول ان هو كان يعني في اخ بيبيع كتب في منطقه معينه، فهو كان بيشتري منه مجموعه من الكتب ويدفع له كل شهر مبلغ من المال، بيعدى عليه في المكان بتاعه يعني، فجأة بيعدى على الراجل ما عادش موجود، الراجل اللي بيبيع الكتب وهو وليه عنده فلوس عايز يدفعها له، فالأخ السائل بيسأل بيقول يعمل ايه في هذا الأمر؟ هل يتصدق بالمبلغ ده باسم صاحب المبلغ ولا ماذا يفعل؟ الآن طبعا الإعلان عن مبلغ أصبح أيسر من ذي قبل. زمان كنت لازم تعلم في المنطقة نفسها وتبلغ الناس صعب تعطر عليه، النهاردة صاحب المكتبة ده والمكان ده ما غاب، والله ما أسأل تكتب على الفيسبوك أين صاحب المكتبة الفلانية، ما بتسأل على الكتب، مش ما بدنا تقول عندك فلوس ولا ليك فلوس. طب مش ما قدرتش توصل له، بحثت وعننت وعملت، خلاص إما أن تحتفظ بالمال وديعة عندك لما يجي ياخدها، أو أن تتصدق بها في نية بنية أنها في ميزان حسناتك. إن شاء الله. الأخ أبو خالد من مصر، أبو خالد تفضل. الله يعطيك الصحة والعافية. اهلا بحضرتك، اتفضل بالسؤال. انا امبارح سالت سؤال، ازيك يا عصام؟ يا مرحبا يا فندم، الله يعطيك العافيه والصحه يا رب، الله يكرمك ويفتح عليك من علم وبركات ان شاء الله. ارجو ان يتسع صدر حضرتك لبعض الاسئله، يعني هي قواعد مش ليا، للناس كلها. مع تذبذب معك 7 دقائق وانخفاض قيمه العمله المصريه، فانا مثلا لو انا اعطيت اخويا ابن عمي صاحبي كمل. أخ أبو خالد. أيوة معاك. فكمل السؤال. أرجو يعني لو أنا عطيت واحد صاحبي قريبة أخويا مبلغ من المال وصبرت عليه مثلا لمدة سنة واثنين وقيمة العملة انخفضت بالنسبة مثلا للدولار للقيمة الشرائية يعني تبعها بتاعتها، ساعتها أجي أستحق المبلغ من صاحبه أو قريبة أو أخويا، أخذه إزاي؟
تمام. الحته الثانيه، هل لو اخويا مثلا رفض السداد مثلا، او رفض مثلا يقول لك انا اخذتهم حولت الفلوس الدولار لمصري، نفس سؤال امبارح اللي انا سالتك اياه، قال لي انا مش هاخد، انا اخذت منك وفحولتهم لمصري هقدم لك مصري زي ما كان، وما عندوش نيه للسداد ولا مش عايز اضغط عليه يعني احتراما ليله واحفظ سره كسر بينه وبينه يعني. تمام. وانا محتاج المبلغ لتجهيز بناتي، يعني اعمل ايه؟ دي مثال مثلا. تمام. هل الضغط على الواحد يضغط على اخوه ولا ابن عمه ولا صاحبه اللي هو مدينه؟ وعاوزين قاعده نمشي عليها، عند تذبذب العمله وانخفاض العمله نمشي مثلا بسعر الذهب في 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 الديون. تمام. الديون في خاصه في الديون انت لما طيب السؤال واضح يا اخو خالد، سؤالك واضح، خليك معانا الدكتور ان شاء الله يرد عليك. دكتور، مساله يعني ازاي ترد الديون في وقت انهيار العمله، يعتبر ده ملخص سؤال الاخ ابو خالد يعني. اجبنا عن هذا السؤال مرارا وتكرارا، اني الاصل اني الانسان طبعا في خلاف بين ثلاث اراء هنا او ثلاث اتجاهات، راي يقول انه يرد بالمثل العشر جنيه 10 جنيه، راي قال يرد بالقيمه قيمته يساوي ايه النهارده، لان خاصه لو كان عدم السداد تاخر من المدين. الراي الثالث قال بالتصالح، تراضي بينهم يقرب المسافه بينهم وتعويض خسائر كل طرف من الطرفين، اذا تراضوا يبقى ده الافضل، ما فيش بقى نذهب الى القيمه وليست المدين. طيب هو في نقطه هنا الاخ ابو خالد اضافها اللي هي مساله يعني في موضوع التراضي، هو بيحاول ان هو مع اخوه يتفق على صيغه معينه علشان يتم سداد المبلغ، لكن الاخ رفض ان هو يدفع مثلا بما يعادل القيمه، عايز يدفع بالجنيه زي ما هو خدها بالجنيه مثلا، في الحاله ديت يتصرف ازاي الاخ اللي هو الدائن، بالذات لو كان في صيغه قرابه زي ما زي حاله الاخ ابو خالد؟ يحكم بينهم ناس محكمين يذهب للتحكيم ويبقى تحكيم ملزم. او مثلا لو كان موضوع التحكيم دكتور، احيانا بيبقى موضوع التحكيم بين الاخوات او بين الاهل يعني بيبقى فيه حساسيه شويه، ممكن يزعل الناس كده، في الحاله ديت لو الواحد تنازل عن حقه يبقى كده يعني مثلا ياخد بيها ثواب او كده ولا ايه؟ ليه اتنازل عن حق؟ عن طيب خاطر ولا من باب سيف الحياء؟ لو عن طيب خاطر جزاك الله خيرا، لكن بسيف الحياء يحرم. ولما انا عايز اتنازل كما انا كنت اتنازلت، انما واضح ان ما عنديش نيه ان ده حقي والتاني ما عندوش نيه ان يرديني حقي، لان لو العكس، لو هو اللي مسلفني وحصل ده في الجنيه كان هيقبل بالعرض ده؟ لا. قولا واحدا لا، بالمناسبه اللي بيرضى بالتعويض الحقي غير الشخص هو اللي بيقبل في اي حاله، واللي بيرفض هو اللي بيرفض في اي حاله. في ناس عايزه مصلحتها وبس، ده لا لا غير مقبول شرعا. تحب لاخيك ما تحب لنفسك. اي نعم. اخ سيد الدكتور ليه سؤالين، السؤال الاول بيقول بيسال عن زكاه المال، زكاه المنزل المجعول للايجار يعني، علما بان الايجار بتاعه بيصرف على احتياجات الاسره من مصاريف وما الى ذلك. ازاي يطلع الزكاه عن الايجار دكتور يعني في هذه الحاله؟ تبقى من الايجار ايجار شيء، والايجار يتكفل بمصاريف البيت فقط حضرات الحياه ولا يكفي منه شيء، فلا زكاه عليه خلاص. الزكاه عند المال ده فيما يتبقى، واذا وصل بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكن المال اللي جاي مبلغ ما بيكفيش بالكاد اصلا الزكاه خلاص، لم يعد فيه هذا الامر. طبعا ده معناه دكتور ان قيمه المنزل نفسها ما فيش عليها زكاه، الزكاه على العائد اللي بيطلع. اي نعم. السؤال الثاني دكتور عن مسألة اللي عايز يعمل عمرة تانية، هل الإحرام من مسجد السيدة عائشة في التنعيم يعني جائز ويعني العمرة تكون مقبولة، ولا لازم يطلع خارج مكة إلى المدينة أو يرى علي حسب المثال؟ يأخذ بالرأي اللي بيقول يذهب لمسجد السيدة عائشة، ويعني لأن ده أخف عليه، يقول لو ذهب للموضع نفسه اللي جاي منه صعب، ويعني كان صلى الله عليه وسلم يسأل في الحج مسؤول عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، فكان ميسر على الناس. اي نعم. اخ سيد الدكتور يمكن لسه دقيقتين من وقت الحلقه يعني، بيسال بيقول هل الاقتراض من اجل شراء جهاز لتعويض الرجل المبتوره، قدم المبتوره، هل في هذه الحاله يعني يجوز الاقتراض ام لا؟ طبعا يعني الرجل المبتوره والتعويض عنها عشان المشي ده من ضرورات حياه الانسان. والاسلام مش مطالب ان يعيش برجل واحده او مقطوع اليد. الأصل الإنسان ربنا خلقه سليما، فإذا قطعت لمرض وكذا وفي جهاز أو حاجة صناعية ستركب تعوض ليسهل بها الحركة والصلاة والخروج والذهاب يعيش الحياة، مش هيعيشها بشكل طبيعي طبعا، مستحيل يعني، ما فيش أبدا حاجة صناعية بتعوض الطبيعي مهما كانت كفائتها، إنما بتقربه من الطبيعي شيئا ما. طيب إذا كان بهذا الشكل
ما عنديش فلوس، حاولت ما حد يديني حد من الصدقات من القرض الحسن ما فيش، فاحتجت اخذ قرض على قدري علاج، مش انا عشان اجيب رجل صناعي، لا ده انا هجيب بقى واجيب معايا من المره عربيه واجيب كذا. انت واخده الظرف يبقى زي ما قال الظرف، وما اقول غير باغي ولا عني فرقت معايا، الضروره تقدر بقدرها. اي نعم، جزاك الله خيرا دكتور. في نهايه حلقه اليوم نشكر فضيله الشيخ الدكتور عصام تليمه من علماء الازهر الشريف، والشكر طبعا موصول لحضراتكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.